السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. معكم أخوكم ستار قحطاني، موقع تقنية بلا حدود. اليوم عندنا استعراض لجهاز زيجما ما بين الهاتف المحمول والجهاز اللوحي. هذا الجهاز يعرف باسم الأونر إكس 2 للسوق الصيني، ويعرف أيضا باسم الميديا باد إكس 2 للسوق العالمي. طبعا إذا حبيت تشتري هذا الجهاز فتقدر تشيك على خانة الوصف. الجهاز يأتي منه بسعة 16 و32 جيجا بايت، لكن في اختلاف مهم جدا مهم، هو في حجم الذاكرة العشوائية. 16 تأتي 2 جيجا بايت، و32 تأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت. النسخة اللي أمامكم راح تكلفك تقريبا ما بين 2000 إلى 2100 ريال سعودي. متوفر منه عدد من الألوان، فتقدر تختار اللون المناسب لك. نتكلم عن التصميم وجودة تصنيع خاصة بهذا الجهاز. فالموضوع يعتمد عليك وبشكل كبير. إذا حبيت تصنفه كجهاز لوحي فهو جهاز جدا ممتاز من ناحية الحجم والوزن مقارنة بأي جهاز آخر يأتي بمقاس 7 إنش. أما لما تتكلم عن هذا الجهاز كهاتف محمول فهو هاتف محمول ضخم جدا. وجهة نظري أشوف الجهاز يأتي بمقاييس أبعاد ممتازة، الوزن ممتاز 239 جرام، والسماك الخاص بهذا الجهاز 7.2 مليمتر. جودة التصنيع بالكامل هي من مادة المعدن، وهذا الشيء كويس يرفع من قيمة جودة التصنيع الخاصة بهذا الجهاز. من ناحية المنافذ والأزرار، فمن هذا الجهة راح تشوف شريحة من نوع مايكرو USB، زر الطاقة وزرية التحكم مستوى الصوت. لو تلاحظ شوي انه زر الطاقة مرتفع شوي، فعملية وصوله راح تكون صعبة شوي. زرية تحكم مستوى الصوت وزر الطاقة يعملان بالشكل أو تعمل هذه الأزرار بالشكل المطلوب. منفذ آخر من نوع شريحة نانو سم، بإمكانك استبدال الشريحة بالذاكرة الخارجية في حال أن 32 جيجا بايت ما كفت، فإنه بإمكانك ترفع الساعة إلى 128 جيجا بايت. نعم شريحتين 4G كات 6، سرعة تصل إلى 300 ميجا بت بالثانية فول أكتف، وهذا خيار كثير منكم يفضله. من هذا الجهة راح تشوف مايكرو USB، منفذ صغير للمايكروفون، ومن هنا ما راح تشوف أي شيء. من هنا منفذ صوتي مع اللي هو المايكروفون. كاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بكسل، فلاش LED وحيد، بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير. فهذا فيما يخص بالمنافذ والأزرار. ما عدا الجهة الأمامية فهي بدقة 5 ميجا بكسل مع الشاشة والأزرار الخاصة بالتحكم بالنظام، موجودة على نفس شاشة هذا الجهاز الجميل. بالنسبة للشاشة والصوت الخاص بهذا الجهاز، فبالنسبة للصوت فالسماعة الخارجية موجودة في الجهة الخلفية من الأسفل، فبالتالي إذا حملت أو مسكت الجهاز بشكل عمودي فإنه بإمكانك حجب الصوت. الصوت راح تسمعونه بعد شوي، ولكن أقدر أقول لك إنه جيد جدا مقارنة بأي جهاز آخر يأتي بسماعة بنفس المنطقة أو بنفس المكان، لكن ليس الأفضل مقارنة بالأجهزة التي تستخدم سماعات من الجهة الأمامية. بالنسبة للشاشة فالشاشة هذا الجهاز هي 7 إنش 1200x1920 بكثرة 323 بكسل لكل إنش بتقنية الـ LTPS، وأيضا يعني فيها عدد من الخصائص والتقنيات. أولها أنه بإمكانك استخدام هذه الشاشة حتى لو كنت ترتدي القفازات. ثانيا أنه بإمكانك الذهاب إلى الإعدادات وضبط مستوى الألوان أو درجة حرارة الألوان، مثل الألوان أنها تكون متشبعة مثل ما شفنا بعد من شاشات سامسونج تقريبا نفسها، لكن ممكن تستفيد منها في حال الألوان ما ناسبتك، فممكن تتحكم بهذا الشيء. طبعا واحد من النقاط اللي قاعد اشوفها انه كنت اتمنى انه يعني هواوي تتخلص من مساحة الاطار اللون الاسود، كان ممكن يكون شيء افضل. لكن كيف كانت الشاشة؟ طيب الشاشة بشكل عام اقدر اقول انك يعني ممتازة من ناحية الالوان، اضاءة، زوايا الرؤية، كثافة بكسلات اشوفها ممتازة على هذا الجهاز، فالنصوص كانت واضحة. فهذه تجربة للشاشة وايضا لمستوى الصوت. يا ريت تشاركوني في خانة التعليقات. تم ضبط مستوى الصوت بنسبة 80، نسبة الاضاءة بنسبة 80%. ستوارت ما ترينو بانانا.
Have you ever wondered where they came from? They've been on this planet far longer than we have. They're all different, but they all share the same goal. هذه كانت تجربة للشاشة والصوت التي تشاركوني في خانة التعليقات. نتكلم عن الأداء والبطارية. الجهاز يأتي بمعالج هواوي المعالج كيرنت 730 2.04 جيجا هرتز. طبعا الجهاز يأتي بمعالج بثمانية أنوية ذاكرة شوية 3 جيجا بايت، وأيضا الجهاز يأتي بتقنية الوايرلس والبلوتوث النسخة الرابعة. من ناحية الأداء والمهام اليومية، فإن الجهاز ما لاحظ فيه أي مشاكل من ناحية إدارة المهام. الجهاز يأتي أيضا ما لاحظ فيه مشكلة مع المهام اليومية، لكن لما استخدمت الجهاز من ناحية الرسوميات وخاصة مع أقوى الألعاب مثل هذه اللعبة، فهنا لاحظت أنه في شوية تأخر في بعض الفريمات، لكن بشكل عام أقدر أقول لك أنها ممتازة. يعني تقدر تقول انها قابلة للعب، لكن لما تتكلم عن الحرارة في حرارة بسيطة جدا تكون من ناحية الاطار، راح تلاحظها مع الاستخدام مكثف، وخاصة لما تلعب العاب او برامج او تستخدم برامج ثقيلة، فهنا راح تلاحظ انه في حرارة موجودة على هذا الجهاز، وهذا امر طبيعي لاي جهاز يستخدم مادة المعدن، لكن عموما حبيت اذكر هذه النقطة. بالنسبة للبطارية هذا الخاصة بهذا الجهاز، فإنه تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، رقم ضخم جدا لما تجي تتكلم عنه على أساس إنه هذا هاتف محمول وكجهاز لوحي، فأشوفه مش بطال. لكن واحد من الخصائص الجميلة جدا إنه بإمكانك تستخدم هذا الجهاز لشحن هاتفك المحمول الآخر أو جهازك اللوحي الآخر، فأشوفها حركة مفيدة. لكن خلونا نتكلم عن البطارية. البطارية أقدر أقول إنها ممتازة جدا جدا ممتازة، مع استخدام العادي إلى المتوسط، صفحة الإنترنت، مشاهدة بعض الفيديوهات، فتح بعض التطبيقات، تجربة النظام بشكل عام، استخدام متقطع لبعض فيديوهات اليوتيوب، اللعب بعض الألعاب، صمدت معي إلى يوم ونص اليوم، وممكن يصمد معك إلى يومين إذا كان استخدامك، يعني يعتمد الموضوع بشكل كبير على موضوع كيف طريقة استهلاكك لبطارية هذا الجهاز. في طبعا الشركة موفرة بعض وضعيات الخاصة بالحفاظ على استهلاك البطارية، فممكن تستفيد منها مثل ما شفنا في الـ P8. بالنسبة للكاميرا، فهذا الجهاز يأتي ب 13 ميجا بكسل مع الواجهة اللي شفناها مع الـ P8، واللي توفر لك اللايت بينتينج وغيرها من هذه الأشياء، كلها موجودة على هذا الجهاز. فلحظة خليني أشوف وش تبي أنت. عموما عندك بيوتي، فوتو، فيديو، تايم لابس، كلها موجودة هنا مع الخيارات الخاصة باللي وضعيات تصوير مثل HDR، سوبر نايت وغيرها من الخصائص الخاصة بالتصوير. طبعا هذا الجهاز يأتي أيضا بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، فمناسب لمحبين السيلفي، فممكن تستفيد منها في موضوع أخذ صور للسيلفي، لكن لا أتوقع أن الجودة راح تكون ممتازة، وخاصة في الإضاءة الضعيفة. هذا الشيء ينطبق على الكاميرا الخلفية أيضا مع الإضاءة الضعيفة. في واحد من الخصائص اللي ممكن تستفيد منها في حال أنه اضطريت أنك تصور في الليل، اللي هي خاصية السوبر نايت، لكن تحتاج إلى ترايبود أو يد من اسمنت عشان ما تتحرك، لأنه أبسط حركة فممكن تسبب تشويش. الشيء الجميل أن الصور في الإضاءة الممتازة تظهر بتفاصيل جدا ممتازة والألوان ممتازة، فما فيها مجازفات في موضوع الوايت بالانس وغير من هذه، فالكاميرا راح تكون ممتازة مع الإضاءة الممتازة. نظام الأندرويد 5.0 معروف باسم اللولي بوب، مثل ما شفنا في البي 8 الواجهة الجديدة اللي تم تعديل الأيقونات وصارت أفضل بدل ما كانت أيقونات كرتونية. متجر خاص بالثيمات موجود، طبعا ما في قسم خاص للتطبيقات. في عندك تبويبتين، الأولى للتنبيهات والثانية لأدوات الاتصال. عندك شاشة القفل واللي تتغير بشكل مستمر من الأسفل إلى الأعلى، راح تشوف أدوات توفر لك إمكانية الوصول إلى بعض الخدمات والتطبيقات بشكل سريع.
ففي بعض الخدمات برضو المقدمة من قبل شركة هواوي تقدر تلقاها مع هذا الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي، فمثل فون مانجر، فممكن تخليه يحمي جهازك بشكل مستمر، يتخلص من الملفات المؤقتة. فهذا فيما يخص بالأونر إكس 2 أو الميديا باد إكس 2، جهاز ممتاز جدا للأشخاص اللي يبحثون عن هاتف وجهاز لوحي بنفس الوقت. شريحتين 4G، فول أكتيف، جودة تصنيع ممتازة، شاشة جيدة جدا، كاميرا جيدة في الإضاءة الممتازة، طبعا بطارية خرافية مع هذا الجهاز، وسعر أشوفه منافس. نشوفكم آخر إن شاء الله، مع ألف سلامة.